هذا شيء يضحك. وراب وراب فاملي ميدزاكي الشاكين الأخوت. فيديو جديد إن شاء الله لا يكون داي اللايف. بدي لكم الداي اللايف اللي غادي نشرح لك فيهم سوبر ساتوريشن داي الخوت اللي غادي نشرح لكم من بعد بيان سير. So let's get going. النهار بدأ اليوم. It was a long grocery as you can see. هادشي دجاج وحوت بيسيكلي دجاج وحوت وشي لعيبات ديال الغدا اللي غادي ناكلهم غدا غادي تشوفوهم في النهار. دونك الخوت دابا غادي نمشيو للصونا ياك ومن بعد غادي نمشيو للفيزيوثيرابي. هادشي دايرو حيتاش اليوم عندي اوف وغادي ندير ومن موراها غادي نرجع للدار غادي الناس ايزي دوما ان شاء الله. عاد غادي يكون عندي هاي كارب مي ما يكونش عندي هاي كارب ولكن البلان هو دابا انا عندي 150 غرام ديال الكاربس في النهار ياك. انا ما كليتش 150 ما كليتهاش 5 ايام وانا كندير لون كارب ما كنديرش لون كارب كندير زيرو كارب. دونك هذيك 5 ايام اذا ضربناها في 5 كتعطيني 750 غرام ديال الكاربس كنتسال انا للريجيم هي اللي ناكل غدا. واتساب مدر برادر. دونك الخوت صافي هذا هو البلان. غنمشيو كيما قلت لكم للصونه من موراها ندوز نتقدى التشيز كيك ميبي اي دون نو تستمر الزيتو. ومن بعد غادي نمشي ندير الفيزيوثيرابي اللي غادي نفيلمي لكم. نشوفكم ان شاء الله. قدر ورا ورا فاملي مو مدري احنا وصلنا دابا كيف ما كتشوفوا فوطال لعيبات. انا ما جايب صراحه والو انا قرعت الماء حتىش كنشعف ذات سول. غادي يديروا تلعبوا ونمشيو نديروا الفيزيو ان شاء الله ايت فاين بحال بحال نمشيو نديروا الفيزيو وغادي نشرح لكم اللعيبات نشوفكم من بعد كيف ما كتشوفوا بحال شي جوج مريج. الموش دابا اش غادي ندير فيزيو طرابي ولا ميسك خصهم يكونوا مقلولين دونك سيروا الخوت. وصلنا للوبيطار غادي ندخل دابا ندير الفيزيو ياك ديما كتصيب هادي غندخل ندير الفيزيو الخوت وغادي نكمل لكم الابديت ديال اليوم موست بروبلي نكمل ان شاء الله. كنجي عندهم تقريبا بزاف المرات وانا ما جبت طلبت لي لاكار لاكار ديال هنايا زعما فايمون تحبست معايا واحد خدمه جديده هنايا دونك صافي اتصلت شي يجيب لي لاكار حيت انا عيان حيت انا سي السيد اوف كورس واش يجيب لي لاكار ندير له فيزيو ناتين كريزي البلان ديال الفيزيو الخوت هو دابا انايا بزاف ديال الناس كيقولوا لي الانجري زعما مضروبين في دارهم عندهم رينبود يشدوا ديال شي لعيبه احسن حاجه تقدر دير فيزيو الكريو الدوش بمبارات الصونا لعيبات شي لعيبات اللي كيرخيو الميوسكل وبيان سور كي فيتامينز بحال ماغنيزيوم فيتامين بي ولعيبات هادشي اللي كندير دابا وكنتمنى انها ان هاد الفيزيو هادي تنفع معايا الرينبو ديالي حيت الانجري 5 سنين ولا 6 سنين وين فيها وفريمون البريب اللي فاتت تعذباتني وهاد البريب بغيت نعطيها. دونك هادشي بلان هذا هو بلان خوتي نشوفو شنو هو البلان هذا ونشوفو راه يلعقرو شنو ورا عليه يا هادي. سيو برا ورا عموما الخوت عندنا هنا الحوت بيض هذا راه شرملتو شويه باش يبان بنين بلا زيت بلا والو بيان سور
بلاي ستيشن اكس بوكس خيار تفاح هذه زدتها من راسي فهمتي. المهم الدراري غدا غادي يعيشوا معنا الريفي داي اللي غادي يكون فيه ان شاء الله يقدر شي تميل على حسب الكوتش شنو يقرر. باي ذا واي ما عرفتش شكون الكوتش غادي تخراو الضحك عاوتاني انا بحال العام اللي فات فهمتي. المهم الدراري هذا هو البلان غدا ان شاء الله نشوفوا في صباح في كارديو. صباح 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 خير دقيق صافي كارديو سالا غنمشيو دابا غنبداو الكارب فاكين اب ام فين لايك شي بروجو الحوايج المهمين اللي انا تعمد عليهم اليوم في الكاربس اللي ندخل بزاف هما الصوديوم والملح والبوتاسيوم في اللعيبات بحال الحامض. دونك جي ديسيدي باش ناخذ العصير ديال كومبليمو صباح اتس ا كي فاكتور اقلال. هادو هما كوكيز جاو بحال هكا لايك شيت. عندي هنا عصير البيض صافي بري ماتش هادشي اللي غادي ناكل دابا فطور صوص. الغدا الخوت الغدا تايم عندنا هنا كفته كيف ما كتشوفوا سلو فات. عندنا هنايا شامبينيون عندنا هاد الطاغلياتيلا ديال القمح و لي زيبينار. عندنا هنا لي زيبينار غراتا تشيز نديرو غير من الفوق هذا بيرميجانو ديال ريجانو فريش ميلك لو فات بوك فرماج باش نعقدوها لو فات نعقدو ما نعقدو. المهم الدراري غنصايب الطاغلياتيل ونوريكم كيفاش جات بيان سور مايبي غادي نتريني مايبي ما ترينيش ذيس از جاست هاو اي فيل خصوصا عندي حصه ديال الفيزيوثيرابي خصني نمشي نديرها عاوتاني. دونك ليت سي شكون عارف فين قلتي اصلا راسي غلاضيت. المهم سالي جا دابا باقي لي ربع بحالة مابقاش مبان دابا حتى العشية تهلا. وراب وراب هما الدراري وين ذا جيم غادي نتريني زدت انا ما كاينش اللي صورني صراحة وما عنديش فين التليفون ما عنديش ترايبود دونك ما عرفتش واش نفيلمي ولا ما كاينش اللي صاحبي دونك ما عرفتش واش نفيلمي نقدر نحط لكم فوتج ديال الورك اوت تاعي ونشوفكم بعد لاصا ان شاء الله. We'll be right back.
هذا هو البلان. خرج من لاصال سالي قبيله ضربت بوست ورك اوت اللي كان 4 كوكيزات اللي بقى من الصباح وضربت 3 ديال البنانات باش ندير الكاربس. شنو عاوتاني في بري ورك اوت كليت 100 غرام اوتس ملحه واي جبانانات مو راه مكوفري الكار الصراحه صافي دابا بلان الخوش دابا نضرب هادشي بقى لي تشيت مي دومونديت بار باي بال مي مازال ما كونفيرماو شي فاوتشر نمشي نعربط عليهم دابا ابيرنتلي دونك شوفكم ام جاست فيل لايك شي خوت شوت عندهم وقع لي معاهم مشكل ما عطاونيش الفاوتشر مو تصادعت معاهم دابا بصح شي ساعه وانا كنهلي وما خديتش في الاخر خلص خداو لي فلوس ولكن ما عطاونيش الماكل سينو دابا غادي نضطر انني نمشي الاوبشن رقم 2 اللي قلت لكم قبيله يا سيشال ونخلص كاش هذا هو البلان الخوت دونك دابا نمشيو لكن بيتزا تو كي اف سي ولكن فريمون قال عليا في الراس دونك كنمشي لسيشال ام غانا تيك برجرز ولا شي حاجه بحال هكا صور لكم وصافي هذا هو البلان الخوت مازال ناكل بالليل باي ذا واي باقي فيه الجوع والله انا جاي خوت That's what's up. انا جيم اوفر ساليت فريمون دي برجر ما يسحبش يا بلي كبير هيوج برجر سميتو دابل المغرب كيبيعوا لنا دابل وما كاينش علاش ما فهمتش علاش شبعني في اللحظه هذاك اللي كيجيب بزاف فريمون صافي انا شحال حاجه في الفيلم تيشكي لكم اليوم دوك الخوت هذا كمي صحابكم نخليه له هذا ناكل You're in my right track, you know? You're in my dead dog. I'm sorry, I'm sorry. 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 I'm sorry, I'm مرة جاي غادي نشرح لكم علاش درت هاد التخربيق هادي اليوم سبيتش ويكسا وذات سو انجوي يور داي انجوي يور نايت انجوي ان شاء الله بيكون في